وبدأت المعركة. قال كفار قريش لما أرادوا أن يكسبوا الجولة الأولى حتى يسيطروا على المسلمين أخرجوا أشجع فرسانهم وأبطالهم، شيبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة أخوه، الوليد ابن عتبة. هذول أولا أمويون، فهم بالتالي سوف يقاتلون النبي وبني هاشم بقوة، وثانيا هذول فرسان أقوياء وشجعان، إذا أول جولة كسبوها يعني كسروا الحالة النفسية للمسلمين. فخرجوا، خرج إليهم بعض الأنصار، قالوا لا نريدكم يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا. فأخرج رسول الله إليهم عمه حمزة بن عبد المطلب، ووقف في مقابل عتبة، وأخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب من بني عمومته، ووقف في مقابل شيبة، وأخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ووقف في مقابل الوليد بن عتبة، وكان أفتكهم لأنه كان شابا. بدأت المقاتلة، أمير المؤمنين عليه السلام اختلف ضربات كثيرة مع هذا الوليد، وكان ماردا من المردة، لكن ماذا يستطيع أن يصنع أمام علي بن أبي طالب؟ ما رأى، يقول فاعتلى علي عليه السلام، اعتلى يعني قفز عاليا ونزل بالسيف مرة واحدة على رأسه فشقه إلى أضراسه. وهو الوليد على الأرض، جاء ورأى عمه حمزة قد تقاتل مع عتبة بسيفيهما حتى تكسر السيفان وتطاعنا حتى تفلم الرمحان، والآن جايين يتماسكوا هكذا مثل الملاكمة أو المصارعة حتى يعتلي أحدهم الآخر ويقتله. قانون الحرب هناك إذا ثلاثة في مقابل ثلاثة يستطيع أحدهم أن يساعد الآخر. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام، وكان حمزة فيما قالوا أطول قامة من عتبة، فقال يا عم أدني رأسك أو طأطئ برأسك قليلا، فطأطأ برأسه فقطف علي رأس عتبة بسيفه. ثم جاء علي وحمزة، وكان شيبة قد ضرب عبيدة ضربة شديدة قطع منها فخذه من الأعلى وظل ينزف، وهذا ينزف فأجهز على شيبة، وبالتالي حمل عبيدة إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا بداية النصر المظفر. هجم جيش الكفار بعد ما صار هالشكل. النبي سوى خطة ذكية جدا في صدهم، الآن لا نستطيع أن نتحدث عنها لكي لا يطول المقام. وجاءت الدبرة عليهم، الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وكان هؤلاء الملائكة نعم السند والعون، وعلي وحمزة يتقاطفان الرؤوس ويتناصفان القتل. وهكذا ما مرت فترة قصيرة، يعني مع زوال الشمس انتهت المعركة، بدأت عند الضحى عند طلوع الشمس بعدها بقليل، وانتهت مع زوال الشمس بنصر الله المؤزر للمسلمين. انهزم الجمع وولوا الدبر، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون، وغنموا ما غنموا، أكثر من 150 بعير أخذها المسلمون. هذا المقدار ما كان عندهم، عندما جاء المسلمون كانوا يتعاقبون ركوب بعير واحد ثلاثة أو أربعة، حتى قالوا إن النبي وعليا وزيد بن حارثة ومرثد الغنوي كانوا يركبون بعيرا واحدا يتعاقبون عليه، يعني كل اللي ودوه ما يصل إلى 90 بعير وياهم، فإذا بهم يغنمون 150 غير الأفراس والسيوف والأموال وغير ذلك، وغير 70 من رؤوس الكفر وعتاة الشرك صرعوا في ذلك اليوم وهلكوا، وأخذ المسلمون معهم 70 أسيرا.
بعض هؤلاء الأسرى ممن خرجوا لم يكونوا قد خرجوا راغبين، ولكن بالتالي قانون الحرب يأسرهم. منهم مثلا أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله، هذا ما كان قد خرج راغبا في القتال ولكن كان مكرها على ذلك، والعباس ابن عبد المطلب كما قيل ولكن أسر. لما جيء به في الأسر قيل له افتدي نفسك، تعال طلع فلوس حتى تعطيها للمسلمين ويطلق سراحك. قال ما عندي فلوس، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وآله فقال قولوا له الصرة الفلانية في بيت عاتك في المحل الفلاني فيها ما تطلب، هالمقدار من الفلوس موجود في هذه الصرة في مكة في هذا المكان. وهذا كان من التأييد الإلهي لرسول الله، يعني ندري عن رصيدك وعن حسابك وإلى آخره، هذا عندنا معلومات عنه. فأرسل في طلبه وجاء به إلى المسلمين لكي يفتدي به نفسه. لكن يذكرون هذا المعنى أيضا أنه على أثر محاولة فرار بعض الأسرى أمر النبي بأن يقيدوا، لأنه سهيل بن عمرو قال لهم أنا أريد أقضي حاجتي، راح الشكل من هناك وأراد أن ينهزم، لحقوا إلى أن أمسكوا به، وآخرون أيضا نفس الشيء. فقيد المسلمون بعض الأسرى حتى لا يفروا إلى أن يعطوا الفداء أو يعلموا المسلمين القراءة والكتابة.